بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أزف إليكم التهنئة بمناسبة نهاية الفصل الدراسي، وكل عام وأنتم بخير. هذه هي الحصة الأخيرة في الفصل الدراسي والذي بذل الجميع فيه كل الجهد. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكلله بالنجاح. وأود أن أجعل هذه الحصة حصة مفتوحة نتحدث فيها عن أي شيء. أود أن أسألك سؤالا يا أستاذ. تفضل. كم بقي من الزمن على نهاية هذه الحصة؟ لو كانت هذه الحصة حصة عادية لغضبت منك، وسيكون أمامي أمرار، إما أن أطردك من الفصل وإما أن أخرج. ولكن بما أنها حصة مفتوحة وبما أني أحب المرح فسأقبلها منك على أساس أنها دعابة خفيفة. والآن ما رأيكم؟ هل ننهي الحصة أم نواصل؟ واصل يا أستاذ واصل. حسنا، سنعتبر الموضوع دعابة خفيفة ونعود الآن إلى الحصة المفتوحة، وسأتيح لكم الفرصة في اختيار الموضوع الذي سنتحدث فيه. التاريخ يا أستاذ، أنا أحب التاريخ. أنا أفضل الجغرافيا. الحساب. الهدوء أرجوكم. تفضل. العلوم يا أستاذ. العلوم إنها فكرة صائبة، سنتحدث عن أهمية العلوم. إذا كنت تتحدث عن العلوم يا أستاذ فإن الموضوع سيكون حصة عادية وليست مفتوحة كما وعدت يا أستاذ. لا، أنا أحب أن تكون الحصة مفتوحة ولن نتحدث عن العلوم من زاوية منهجية.
أنا أود أن نتحدث عن العلوم وكأننا سنتحدث عن هواية وليس دراسة فصلية، فأسلوب الفصل موجود لدينا هنا في المدرسة. أتمنى أن نجعل العلوم حجر الزاوية في تحصيلنا. نريد أن نطرق باب العلوم ونلجه من أوسع أبوابه. فأنتم تنشأون وتكبرون في عالم رائع، عالم يلبس ثوب العلوم بروائعه وظواهره وعجائبه. فالعلم سوف يؤثر دون شك على مجريات حياتنا. أنا صارت بنا دروب الحياة. إن مادة العلوم وثيقة الصلة بحياتكم بنين وبنات. إنكم ترون منجزات العلم الحديث وتتحداكم بعلامات استفهام كثيرة. هذه الآلة من أين ولماذا ومن اكتشفها؟ إن الظواهر الطبيعية هي جزء كبير ومهم من مادة العلوم، وهي ظواهر من حولنا وفي أجسامنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وكلها تحتاج إلى دراية وتفسير. في كوكبنا هذا وفي كواكب الأكوان الأخرى كلها تجابهنا بالأسئلة، فهل نحن قادرون على الحصول على الإجابات؟ هذا ما أرجوه. يبدو أننا نعود إلى الحصة التقليدية المنهجية. لا يا بني، ولكني حريص على أن تنصحوا أنتم الجيل الصاعد بالمعرفة والنهل من العلوم وموضوعاتها وإنجازاتها. إنني أرغب في أن تمارسوا النشاطات العلمية في جماعات أو أفراد حسب ظروفكم. إن النشاط اللامنهجي يكمل ما تقوم به المدارس. إنني أتوق إلى وجود جيل من التقنيين والعلماء الذين سيخترقون حاجز التكنولوجيا بيننا وبين الأمم المتطورة. وفي أي مجال للعلوم تريدون أن نبحث يا أستاذ؟ أريد أن تبحثوا في الأرض والكون، في علم الفلك وهو من العلوم العربية الأصيلة، الجيولوجيا وأساسيات علم الكيمياء، الميكانيكا، الحرارة والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيس والإلكترونيات وحتى المفاعلات النووية. إنني أرمي إلى تعميق الاهتمام بالعلوم بينكم. أريد أن أحفزكم لحب الاستطلاع والتجارب والاختبارات. أريد أن أصقل مواهبكم لتصبحوا جيلا من العلماء والباحثين، وبذلك نضع اللبنة الأولى لنهضتنا العلمية التي لا غنى عنها لمستقبلنا الحضاري. أود أن تمارسوا الاختبارات والاكتشافات بأنفسكم. أريد أن أنمي حب الاستطلاع فيكم. وبهذه المناسبة أنتم مدعومون معنا بحضور حفل الأصدقاء الصغار. Thank you.
لقد قلت لك ألف مرة لا أريد خروجك إلى الشارع. نعم قلت ذلك مرارا وتكرارا، ولكن لم تقولي لماذا. لماذا لا أخرج ألعب مع أصحابي؟ أنا لا أريد منك أن تكون في الشارع، وأريدك أن تبقى في البيت. ولكن لماذا؟ لماذا يا أمه؟ قلت لك لا أريد خروجك إلى الشارع وكفى. أتريدين حبسي في البيت؟ لا أنا لا أريد حبسك في البيت، ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أراك في الشارع دائما. ولكني أريد أن أخرج وأقابل أصحابي وألعب معهم. قلت لا يعني لا، ولن تخرج إلا إلى المدرسة أو تخرج مع أبيك أو معي. أرجوك يا أما سألعب قليلا ثم أعود إلى البيت، لن أتأخر أبدا. أبوك على وشك الوصول من المدرسة، وطبعا سيدخل إلى غرفتي ويرتاح قليلا. سنتغدى بعد وصوله. دقائق فقط يا أما، سألعب قليلا ثم أعود حالا للبيت. يا شارع إنهم ينادونني. ألم تسمعي أصواتهم؟ دعهم ينادون ولا ترد عليهم. وأنا أريد أن أخرج. كفى إلحاحا يا ولدي، فلن أدعك تخرج إلى الشارع. وأنا أريد أن أخرج يا أما. عد إلى غرفتك يا صالح حتى يجيء أبوك. العب بأي شيء داخل الغرفة. وكيف أعود إلى غرفتي وقد خرجت منها قبل قليل؟ عد يا صالح ولا تضيع وقتي، فأنا لن أسمح لك بالخروج مهما كان. هيا ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حمدا لله على وصولكم بالسلامة. أتعنين أنني قد تأخرت؟ لا جديد في ذلك، فأنا أعلم أنك أول واحد من المدرسين يدخل المدرسة وآخر من يخرج منها. المهم ماذا يجري في هذا البيت ولماذا أنت واقفة هنا لله؟ إنه ولدك صالح منذ وصوله من المدرسة وأنا أقف له كالحارس. تقفين له كالحارس؟ ولماذا تقفين له كالحارس؟ يعود من المدرسة ويضع كتبه ويخرج رأسا إلى الشارع. في هذا الوقت؟ في هذا الوقت وفي غيره، أنا لا أريده أن يخرج إلى الشارع أبدا. ولماذا يا أم صالح؟ أنت تعرف رأيي في هذه المسألة. يا أم صالح إنك تخافين عليه أكثر من اللازم. أوه يا أبا صالح أرجوك لا تنرفزني. لا يا أم صالح لا أقصد شيئا من هذا، ولكن هيا إلى الداخل وأحضري لنا طعام الغداء، فإنني أكاد أموت من الجوع. هيا فالغداء جاهز. وأين فالح؟ بالداخل. هيا. أتحسس منه أسوي لسكيب، خصوصا الحساسية في الدورة الثقيلة سكيب. بس الحين صار في Always Aloe كول الجديدة لأيام الدورة الثقيلة، بخلاصة الألوي فيرا لصفر حساسية، تمتص التسرب الثقيل فورا لصفر تسريب، حساسية بالناقص. We'll be right back.
الكبيرة التي تحدثها. ليس هناك شخص يتأثر من هذه الضجة، فأبي في عمله وأنت في المطبخ بعيدا عن هنا وأنا ألعب في هذه الصالة. قلت لك ألف مرة أخرج إلى الشارع والعب كما تشاء، أما كونك تفسد علي الصالة فهذا لا أقبله. كم أتعب أنا يا ربي في ترتيب وتنظيف هذه الدار، ثم تأتي أنت وتفسد كل شيء. أنا لا أفسد شيئا يا أمه. أنت مزعج يا فالح، ويجب عليك أن توقف هذا الإزعاج وتكف عنه. ماذا أفعل يا أمه؟ أنا أريد أن ألعب. أخرج إلى الشارع مثل بقية الأولاد والعب كما تشاء. لا يوجد أولاد في الشارع الآن. اذهب إلى أصدقائك والعب معهم. وهل يقبل أهلهم أن ألعب في منازلهم؟ أوه أنا لا أدري، المهم أن تخرج الآن لتلعب مع أصدقائي وتتركني أعتني بهذه الصالة التي طلبتها رأساً على عقب. ولكن أنا ليس لي أصدقاء. وماذا تريدني أن أفعل؟ لا شيء، أنا أريد أن ألعب هنا في البيت. أخرج إلى الشارع يا فالح. حاضر يا أمه. يا لك من ولد مطير، هيا أخرج يا حبيبي. أخرج فقد صارت رياح قليلاً. ولدي قم يا حبيبي قم، هل أصابك مكروه؟ أرجو ألا تعود للضوضاء والإزعاج مرة أخرى يا فالح. حاضر يا أمه. هيا العب العب يا كسول. أم صالح؟ لا، أم أولادك المزعجين. ماذا أفعل الآن يا ربي؟ هل أختبئ وسيكتشف الأمر؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ عادل؟ ماذا تفعل في المكتب؟ لا أبداً، لا شيء لا شيء، كنت أبحث عن مجلة تخصني. مجلة؟ نعم نعم يا أبي. حسناً، أين والدتك؟ والدتي؟ لا أدري، قد تكون بالداخل والخارج. إياك أن تكون قد أتعبتها أو سببت لها أي مشاكل. مشاكل؟ لا لا أبداً، فقط لم أرها. وهل خرجت من المنزل؟ خرجت ودخلت ودخلت وخرجت، دخلت وخرجت وخرجت ودخلت. ما هذا؟ أريد منك أن تكون ولداً مطيعاً ولا تسبب لأمك أي متاعب. أنا أسبب لكم المتاعب؟ أنا أعني أن تكون يا عادل ولداً مؤدباً ومطيعاً وصادقاً ولا تسبب أي مشاكل وتسمع الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك يا أخ، تعال واجلس. ماذا تريد؟ أبي سأل عنك. ألم تخبر أني ذهبت إلى البر؟ نعم أخبرته. حسنا، ما المشكلة إذن؟ كان الواجب عليك أن تستأذن من الوالد قبل خروجك. لقد كنت على عجلة وأصدقائي كانوا ينتظرونني. كنت على عجل. المهم بأنني أخبرتك بأن الوالد غاضب منك جدا جدا والويل لك منه. يا روح.
أهلا يا أبي. نعم نعم لقد عاد إن شاء الله. مع السلامة. هل ستخرج مرة أخرى يا يوسف؟ نعم أظن هذا واضح، ولكن أبي سأل عنك بالهاتف وأخبرته بأنك قد عدت. أصدقائي ينتظرونني بالخارج وسوف أذهب إليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا أبي. أهلا يا فهد، كأنك مستعدا للخروج؟ نعم يا أبي كما أخبرتك بالهاتف. أشكرك على إخباري يا فهد، أنا سعيد بك جدا لأنك تخبرني إذا خرجت وتخبرني إذا عدت. هذا واجبي يا أبي. نعم يا بني، نعم يا بني، رغم أنك قد أصبحت رجلا راشدا يجب علي أن أخبرك بمكان تواجدي. شكرا لك. أين يوسف؟ لقد خرج يا أبي. مع من خرج؟ لقد خرج مع أصدقائه. ولماذا تركته يخرج؟ لقد حاولت معه ولكنه أصر على الخروج. وهل سألته إلى أين هو ذاهب؟ لقد سألته ولكنه لم يرد على سؤالي. ما كان ينبغي أن تتركه يخرج؟ إنك تعلم يا أبي أن يوسف عنيد جدا ولا يسمع الكلام. حسنا يا بني، اذهب أنت إلى أصدقائك وسوف أتصرف مع هذا الولد. شكرا لك يا أبي. وأنت ماذا تفعل هنا؟ أنا؟ نعم أنت. أنا؟ المنزل إلى ورشة أو مكان للتشريع. لا شك أنك مخبول. أني أريد أن أصلح الدراجة. إصلاح دراجة؟ ماذا تريد أن تكون في مستقبل حياتك؟ ميكانيكي دراجات؟ ها؟ هيا قم قم. اتركها. يرمي لي بدرجتي إلى الشارع. قلت لك إنه يحبكم كثيرا. إنه لا يحبني أنا بالذات، إنه يحب عادل أكثر مني. لا يا حبيبي لا تقل مثل هذا الكلام. تعال تعال لتستحم وتنظف نفسك وأنا سأعمل لك كوبا من الحليب. لا أريد حليبا، لقد كبرت على الحليب.
وماذا تريد إذن؟ أريد دراجة كبيرة أكبر من هذا. حاضر، سأخبر والدك بذلك وسوف يشتري لك الدراجة. المهم ألا تغضب ولا تكدر نفسك. ولا أريد أن ينهارني أو يصيح في وجهي. من تعني؟ أبي. حاضر، سأطلب منه ذلك. هيا إلى الداخل ولا تغضب. ناقصة؟ ناقصة 1000 ريال؟ ها؟ أين ذهبت يا ترى؟ هل اشتريت بها شيئا ونسيت؟ لا، أنا لم أشتري شيئا. إنه هو السائق ولا أحد سواه. لا، لماذا أتهمه؟ إن بعض ظني إثم، أستغفر الله العظيم. ولكن السائق في إجازة. نعم، في إجازة، لقد استأذن مني وأعطيته إجازة. إنه لم يبت معنا في المنزل. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم، لقد ذهب فكري لاتهامه دون حق. أستغفر الله، أستغفر الله. ولكن من أخذها يعتقد أنني لا أعرف كمية النقود التي في جيبي. لكن من هو؟ من هو؟ ها؟ غريبة الله، غريبة. قد يكون متعطلا يا خالد. لا لا، سأديره حالا. هل هذا الذهاب لكما؟ نعم، إنه لفامك. العجيب أنه لا يدور. أنا أستطيع إصلاحه، فأنا أخصائي في هذه الأشياء. لا لا، أنا أستطيع إصلاحه بنفسي. به شيء بسيط. هل تستطيع إصلاحه حقا؟ نعم نعم، فأنا خبير في إصلاح مثل هذه الأشياء كما قلت لكما. دعه يصلحه يا خالد حتى نستطيع أن نركبه ونتفسح به. تفضل تفضل. قد اختفى تماما. إنه لص، لقد سرقه. قد يعود مرة أخرى. لا أعتقد، لا أعتقد. دعنا ننتظر قليلا فقد يعود. Thank you.
Thank you.